بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، هذه المحاضرة الثانية في الفصل الأول. تتذكرون ما أخذناه في المحاضرة السابقة حول موضوع الوحدات وخصائص الغازات وما يتعلق بالغازات، ثم شرعنا بموضوع قوانين الغازات، وأخذنا وتكلمنا عن قانون بويل مع الأمثلة، أخذنا بعض الأمثلة وشرحناها. الآن وصلنا إلى القانون الثاني من قوانين الغازات بخصوص الغاز المثالي طبعا، التي تنطبق انطباق صحيح وكامل على الغاز المثالي. الغاز المثالي وضحنا ما هو الغاز المثالي في المحاضرة السابقة. هذا القانون الثاني في من قوانين الغازات هو قانون تشارلز لو. قانون تشارلز يبحث عن العلاقة، أو هو قانون يربط العلاقة ما بين حجم ودرجة حرارة ودرجة الحرارة، ما بين حجم الغاز ودرجة الحرارة. النص التعبيري أو التعبير النصي لهذا القانون هو أنه عند ضغط ثابت وكمية ثابتة من الغاز. يعني شنو كمية ثابتة؟ يعني نفس كمية الغاز، يعني نفس عدد مولات الغاز، يعني نفس عدد جزيئات الغاز. لكمية محددة معينة ثابتة من الغاز وعند ضغط ثابت، فإن حجم الغاز يتناسب directly proportional، يعني يتناسب مباشرة أو طرديا مع درجة الحرارة المطلقة اللي هي بالكلفن. يعني التعبير الرياضي، هسه هذا هو التعبير النصي، انه حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة حرارة المطلقة بثبوت الضغط وعدد المولات. هذا هو التعبير النصي. اما التعبير الرياضي فان الحجم يتناسب مع تناسبا طرديا مع درجة الحرارة. تعرفون هذه هي علامة التناسب، اذا الحجم يتناسب طرديا مع درجة الحرارة. عند رفع علامة التناسب، وهذا واضح إن شاء الله من خلال الرياضيات، حين نرفع علامة التناسب نستعيض بدلا عنها ب يساوي كي، والكي هو ثابت التناسب. إذا في يساوي، يعني الحجم يساوي كي، هو عبارة عن ثابت التناسب في درجة الحرارة المطلقة بالكلفن وليس بالدرجة السيليزية. العفو. إعادة ترتيب لهذه الصيغة الرياضية راح تكون نسبة الحجم إلى درجة الحرارة المطلقة تساوي لي ثابت، أو بتعبير آخر هي أنه الـ V1 إلى الـ T1، الحالة الابتدائية عند درجة الحرارة الأولية يكون حجم الغاز هو V1، وعند تغيير درجة الحرارة إلى درجة حرارة أخرى بالكلفن ستكون له حجم مختلف هو الـ V2. إذا هذه الحالة الابتدائية V1 إلى T1، وهذه هي الحالة النهائية للغاز الـ V2 على الـ T2. طبعا هذه العلاقة صحيحة وثابتة. متى تكون صحيحة؟ عندما يكون الضغط ثابت وعدد المولات للغاز ثابتة. إذا عند ثبوت الضغط وعدد المولات للغاز فإن V1 إلى الـ T1 يساوي الـ V2 إلى الـ T2. هذا المنحني أمامكم. المنحنيات هي تمثل المنحنيات البيانية لعلاقة أو قانون تشارلز. هنا عندنا السيليز سكيل بلوت، يعني منحني بتقسيمات السيليزية، يعني درجات الحرارة المئوية. وهنا المنحني بي هو منحني حسب تقسيم درجات المطلقة كلفن.
نلاحظ العلاقة هي علاقة خط مستقيم كما واضح عندكم. V يساوي K في T، K في T يعني حاصل ضرب هذا ثابت في T. هذه العلاقة الرياضية تمثل علاقة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. هذا هو الصحيح، يمر بنقطة الأصل، لكن هنا لا يمر بنقطة الأصل. لماذا؟ لأنه هنا كانت درجات الحرارة المستخدمة هي درجات الحرارة المئوية. تلاحظون temperature يعني درجة الحرارة بالدرجة السيليزية أو الدرجة المئوية، بينما هنا درجة الحرارة هي بالكلفن. هذه التقسيمات بالكلفن وهنا التقسيمات بالدرجة الحرارة المئوية. فإذا تكون بدرجة الحرارة المئوية إذا راح يحصل انترسبت يعني تقاطع، بينما هنا تنطبق العلاقة بالتمام بحيث أنه يكون نقطة التقاطع هي نقطة الصفر. نلاحظ أنه كل ما تزداد درجة الحرارة يزداد الحجم. شوفوا كل ما تزداد درجة الحرارة الحجم يكون في حالة ازدياد. بالطريق الآخر، إذن كل ما تتناقص درجة الحرارة decreasing in temperature يعني تناقص في درجة الحرارة، أيضا شو يكون؟ تناقص في الحجم. يبدأ التناقص أو التقلص في الحجم إلى أن يصل إلى درجة يكون الحجم الغاز صفر. هذا نظريا، هذا امتداد لهذا الخط المستقيم. يكون الحجم مساوي للصفر عند نقطة محددة معينة من درجات الحرارة، هي درجة حرارة بالسيليزية تساوي سالب 273.15 درجة سيليزية. هذه هي درجة الحرارة الصفر المطلق، هي هنا تمثل الصفر المطلق. فإذا من أين أتت لو سألك سؤال، من أين أتت درجة الحرارة المطلقة الكلفن تساوي سالب 273، يعني سالب 273.15 هي تكافئ للصفر المطلق؟ من هذا امتداد العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة، يكون الحجم مساوي إلى الصفر عند درجة حرارة سالب 273.15. هذين المنحنيات هي منحنيات علاقة تشارلز. نأخذ أمثلة حسابية عددية حسابية لقانون تشارلز. مثال عن ايديال غاز، يعني غاز مثالي. ايديال قلنا هو الغاز المثالي. مبدئيا في المرحلة الأولى الابتدائية كانت درجة الحرارة هي 18.44 درجة سيليزية، والحجم كان حجم الغاز هو 5 لتر. سخن هذا الغاز، سخن إلى درجة حرارة 127 درجة مئوية، 127.33 درجة مئوية سيليزية. المطلوب ما هو الحجم النهائي، new volume او final volume يعني الحجم النهائي للكونتينر، يعني الحاوية التي تحوي الغاز، على انه هذه الحاوية هي حاوية مطاطية طبعا وليست يعني صلدة، قابلة للتمدد وقابلة للتقلص. المطلوب ما هو الحجم النهائي باللتر، بوحدات اللتر. F يعني إذا كان الضغط ثابت في الحالتين. الحل solution يعني الحل. العلاقة هي المستخدمة في حل هذا السؤال هي علاقة تشارلز لو، هي V1 على T1 يساوي V2 على T2. طبعا هذه العلاقة صحيحة متى؟ عند ضغط وعدد مولات ثابتة. عدد المولات ثابت لأنه الغاز هو نفسه لم يتغير، لم نضيف عليه كمية إضافية أخرى من الغاز ولم ننقص من كمية الغاز. فإذا عدد المولات هو نفسها ثابتة، كما أن الضغط هو نفسه ثابت. إذا نطبق هذه العلاقة. نحتاج إلى تنظيم وحدات المتغيرات. عفوا،
فعندي متغيرين هما درجة الحرارة والحجم. نحتاج إلى متابعة وتثبيت درجات الحرارة. فدرجة الحرارة هنا المستخدمة بوحدات السيليزي أو المئوي، فيجب تحويلها إلى الكلفن، درجة الحرارة المطلقة. فنضيف درجة الحرارة بالكلفن، أخذناها ذلك الأسبوع، الأسبوع المقبل محاضرة سابقة كيفية تحويل درجة الحرارة من السيليزي إلى الكلفن. درجة الحرارة السيليزية زاد 273.15 ويساوي 291.59 كلفن مباشرة. هذا T1، زادنا T2 أيضا نحولها مباشرة، نعوض هذه الأرقام في القانون، هو هذا نفسه قانون إعادة ترتيب للقانون Rearrangement، قانون تشارلز. نحسب الحجم النهائي وهو المطلوب. نلاحظ أن الكلفن K تختصر، فماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا اللتر، وهو هذا الرقم يمثل الحجم النهائي بعد التسخين. يعني حصل تمدد، كان حجم الغاز 5 لتر أصبح 6.87 لتر، ازداد حجم الغاز، يعني حصل تمدد. طبعا هذا شيء واضح أنه بزيادة درجة الحرارة يحصل تمدد للمادة، وخصوصا احنا نتعامل مع الغاز. اما اذا كان المطلوب بوحدات المليلتر، هسه هنا استخرجنا بوحدات اللتر كما هو مطلوب بالسؤال، لكن احنا نضيف معلومة اضافية. اذا نريد الحجم بوحدات المليلتر، فنضرب هذا الحجم الناتج، نضربه في معامل التحويل، انه 1 مليلتر في 1 × 10^3 من اللتر، يعني كل 1 من اللتر يساوي لي 1 × 10^3 من اللتر. وهذا شيء واضح، لأن اللتر هو عبارة عن 1000 مليلتر، فالمليلتر هو عبارة عن جزء بالألف من اللتر. تختصر اللتر، يبقى عندي فقط المل. إذا الحجم النهائي بوحدات المليلتر هو 6.78 × 10^3 مل، يعني 1000. هذا تعرفون 10^3 يعني 1000 بالمليلتر. نأخذ مثال آخر، غاز مثالي عند درجة حرارة 345 درجة مئوية وحجم 478 مليلتر، is compressed، يعني تقلص إلى حجم 233 مللتر. كان حجمه 478 مللتر، فتقلص إلى 233 بتأثير طبعا درجة الحرارة. إذن ما هي درجة الحرارة النهائية لهذا الغاز؟ المطلوب درجة الحرارة النهائية بالسيليزي. لاحظ السؤال، المطلوب انه حساب درجة الحرارة النهائية بوحدات السيليزي حسب تقسيمات درجة الحرارة المئوية وليس حسب الكلفن. طبعا الحل، نطبق قانون تشارلز، V1 الى T1 يساوي V2 على T2، ويكون عندي الضغط وعدد المولات ثابتة. اذا توحيد الحجم العفو، وحدات الحجم ودرجة الحرارة باعتبار ذلك المتغيرين الأساسيين. العفو، كان عندي الحجم بوحدات الحجم الأولي والحجم النهائي بوحدات المليلتر، بينما كانت درجة الحرارة المعطاة في السؤال هي درجة الحرارة الأولى بالسيليزي 345، والمطلوب أنه درجة الحرارة النهائية أيضا بالسيليزي. نحول درجة الحرارة إلى الكلفن، هذا ضروري، لأن هذا القانون مثل ما شرحناه في البدء أنه التناسب، هذه العلاقة صحيحة متى ما تكون درجة الحرارة بالكلفن وليس بأي مقياس آخر.
فيجب أن نحول درجة الحرارة إلى الكلفن. 345 زائد 273 المفروض يعني 0.15 حتى تكون أكثر دقة. المهم 345 زائد 273 راح يكون 618 كلفن. مباشرة نعوض القانون، نعوض هذه المعلومات والبيانات في هذا القانون مع إعادة ترتب المعادلة طرفين في الوسطين، فإن درجة الحرارة النهائية إذا تكون الـ V2 233 مللتر في 618 كلفن درجة الحرارة الأولى على الحجم الأولي اللي هو 487 مللتر. المللتر يختصر بسط ومقام، وحاصل ضرب الأرقام تكون درجة الحرارة النهائية بالكلفن هي 301 كلفن. كان السؤال هو درجة الحرارة المطلوب، كان هو درجة الحرارة بالسيليزي، فنحول هذه درجة الحرارة بعد حسابها من الكلفن إلى السيليزي اللي هي 303 ناقص 273 وتساوي لـ 28 درجة مئوية. فإذا التقلص كان لهذا الحجم قد حصل إلى درجة حرارة 28 درجة مئوية، يعني من 345 مئوي حصل تبريد، بحيث معه قد حصل تقلص لحجم الغاز فكان إلى درجة حرارة 28 درجة مئوية. أعتقد هذين المثالين كافية لتوضيح هذا المسائل الحسابية على هذا القانون. الآن من القوانين الأخرى لقوانين الغاز المثالي هو قانون غايلوساك. قانون غايلوساك هو يربط العلاقة، وقانون يربط العلاقة ما بين درجة حرارة الغاز وضغطه، طبعا مع ثبوت الظروف الأخرى. فالنص أو التعبير النصي، تعبير النصي لهذا القانون هو هذا اللي أمامكم. عندما يكون حجم الغاز ثابت، يعني نخلي الغاز في كونتينر، يعني حاوية أو شو تعبر عنها شو تترجمها، عندما تكون هذه الحاوية ريجيد، بالإنجليزي ريجيد يعني صلدة، بحيث أنه غير قابلة للتمدد ولا للتقلص، نثبت حجم الغاز من خلال الحاوية. عند حجم ثابت وعندما تكون كمية الغاز هي أيضا ثابتة، يعني عدد المولات أو عدد الجزيئات ثابتة للغاز، فإن ضغط الغاز يتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارته المطلقة. يعني عندما نضع الغاز في كونتينر، يعني في حاوية صلدة غير قابلة للتمدد غير قابلة للتقلص، ونزيد درجة الحرارة، فكل ما نزيد درجة الحرارة راح يزداد معها الضغط، لأنه تعرفون ضغط الغاز مين تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، الضغط الغاز ينتج انه من خلال تصادمات جزيئات الغاز مع سطح الحاوية. فإن كان كل ما نزيد درجة الحرارة مع راح تزداد حركة الجزيئات الغاز، وإذا زادت حركتها راح يزداد عدد التصادمات مع جدران الحاوية، وبذلك يكون الضغط قد ازداد. فهذا نص القانون، ان ضغط الغاز يتناسب دايركتلي، يعني مباشرة او طرديا، معناتها يتناسب تناسبا طرديا مع درجة الحرارة المطلقة بشرط ثبوت حجم الغاز وكمية الغاز. هذا هو التعبير النصي. اما التعبير الرياضي فان الضغط يتناسب مع درجة الحرارة، وهذه علامة التناسب، تناسب طردي ما بين الضغط وما بين درجة الحرارة. وعند رفع علامة التناسب كما تعلمون في الرياضيات نستعيض عنها بدلا عنها بيساوي كي، حيث الكي هو ثابت التناسب. إذا بي تساوي كي في تي، أو بتعبير آخر بي على تي تساوي بي كمية ثابتة. يمكن أن نعيد هذا الترتيب أو نجعل لهذا الترتيب صياغة أخرى، عندما يكون حالتين، حالة الابتدائية للغاز وحالة النهائية للغاز. فالحالة الابتدائية للغاز عند ثبوت الحجم وعدد المولات، ويكون المتغيرين هما الضغط ودرجة حرارة، ستكون العلاقة الرياضية هي كالآتي: بي 1 على تي 1 يساوي بي 2 على تي 2، يعني الحالة الابتدائية
للغاز، وهذه هي الحالة النهائية للغاز. رسم العلاقة، علاقة قانون جاي-لوسك راح يكون بهذا الشكل. عندي في حالتين، حالة أن نرسم مع حسب مقياس السيليزي سكيل، يعني مقياس يعني منحني، هذا المنحني منحني الضغط درجة الحرارة. عند ما نرسم ما بين الضغط ودرجة الحرارة نرسم هذا المنحني عند مديات واسعة من درجات الحرارة، مقابل كل درجة حرارة كم يكون الضغط، ونرسمها على هيئة منحني بياني، نجد أنه يكون خط مستقيم. هذا إذا كان السكيل سيليزي، كذلك إذا كان السكيل يعني المقياس بالكلفن فراح يكون أيضا خط مستقيم، لكنه في حالة الكلفن يمر بنقطة الأصل، أما في حالة السيليزي راح يحصل تقاطع، يحصل تقاطع مع المحور السيني. كما تلاحظون هذه العلاقة فهي علاقة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، لأن العلاقة بالأصل ما بين درجة الحرارة وما بين العفو درجة الحرارة بالكلفن وما بين الضغط. نلاحظ هنا أنه عند امتداد، يعني يحصل امتداد للخط المستقيم نمده إلى النهاية حتى نقطة التقاطع مع المحور السيني، عندما يكون يصل الضغط إلى الصفر. عندما يكون ضغط صفر نجد أنه تكون هذه هي درجة الحرارة، هي السالب 273.15 درجة مئوية. هذا يعني أنه عند هذه درجة الحرارة يكون ضغط الغاز صفر، بمعنى تكون لا وجود للحركة، لا للجزيئات تتحرك، لا الكترونات، معناتها تكون الحركة قد توقفت بالتمام، تكون المادة قد توقفت، تكون المادة قد ماتت بدون أي حركة. معناتها جزيئات هذه درجة الحرارة اللي هي الصفر المطلق أو سالب 273.15 بالمقياس السيليزي، هي درجة الحرارة التي يكون فيها توقف لحركة المادة، يتوقف الإلكترونات، تتوقف الجزيئات، الذرات تتوقف عن الحركة أو تموت، بمعنى من المعاني العرفية أنه المادة تموت. إذن هذه هي المنحنيات، وهذا توضيحها. نأخذ أمثلة توضيحية على هذا القانون، أمثلة رياضية، أمثلة حسابية. أيضا دائما نأخذ لكم أمثلة واضحة وبسيطة حتى يعني تكون الموضوع أمامكم واضح وليس صعب أو معقد. المثال هو عفوا، المثال أنه غاز مثالي حالته الابتدائية كان عند درجة حرارة 445 كلفن، وكان الضغط هو 553 أتموسفير، يعني جو بوحدات الأتموسفير. برد، تم تبريده إلى درجة حرارة 37 سيليزي. لاحظوا اختلاف الوحدات. In a rigid container، لاحظوا هذه العبارة rigid container، المطلوب هو الضغط النهائي بوحدات الأتوم وبوحدات التور. زين، الآن السؤال واضح إن شاء الله. أدي ملاحظة، هي rigid container يعني حاوية صلدة، يعني شنو حاوية صلدة؟ يعني غير قابلة للتمدد، غير قابلة للتقلص، بمعنى أنه الحجم يكون ثابت. أنا هاي كتبتها لكم الملاحظة، أنه rigid container معناته ذات مين، هذا يعني أنه العملية تتم في حجم ثابت. زين، إن كانت العملية تتم في حجم ثابت، إذن نطبق هذه العلاقة اللي هي علاقة جاي-لوسك. هذه العلاقة تتم عند حجم ثابت وكمية، يعني عدد المولات للغاز ثابتة، P1 إلى T1 يساوي B2 إلى T2. نحتاج فقط تحويل الوحدات، توحيدها. درجة الحرارة قلنا دائما يجب أن تكون كلفن،
فعندي درجة حرارة الثانية كانت 37 سيلزي، فيجب أن نحولها للكلفن على وفق هالعلاقة اللي شرحنا كثير مثلها، فدرجة الحرارة تكون نهاية 310. الضغط هنا معلوم الضغط الأولي، والمطلوب هو الضغط النهائي. السؤال كان مطلوب الضغط النهائي، كان مطلوب الضغط النهائي بوحدات اثنين، وحدات الأتوم كذلك وحدات التور. بما أنه عندي الضغط الأولي بوحدات الأتوم، الآن أستخدم هذه الوحدات الأتوم اللي هو الجو كتطبيق. هي هاي علاقة جالوسات بإعادة ترتيبها. إذا البي 2 يساوي بي 1 تي 2 إلى تي 1 ويساوي هذا المقدار، يكون الضغط النهائي 385 جو. كما ملاحظ أنه هذه الوحدات تختصر كي كي من البسطة والمقام، فيبقى عندي فقط الوحدات هي الأتوم اللي هي الجو. المطلوب الآخر أنه هذا الضغط النهائي اللي حسبناه بوحدات الأتوم الجو، يعني بالعربي أتوم بالإنجليزي، نريده بوحدات التور. هذا سهل أيضا، أخذنا أسئلة الأسبوع المقبل أمثلة على هذا النوع من التحويل. الضغط النهائي يساوي الضغط بوحدات الأتوم في معامل التحويل. قلنا لكم هاي معاملات التحويل يجب أن تحفظ، كل واحد أتوم يقابله 760 تور. إذا نضرب 385 أتوم في معامل التحويل اللي هو 760 تور لكل أتوم، تختصر الأتوم من البسط والمقام، فيبقى عنده وحدات التور، إذا يساوي 2.93 في 10 أس 5 تور. هذا السؤال يكون قد انتهى إن شاء الله، واضح مو في شيء صعب. الآن نبدأ بمرحلة بعنوان جديد وهو قانون الغازات المتحد، يعني ناتج من اتحاد القوانين الثلاثة السابقة اللي هي قانون بويل وتشارلس وقانون غيلوساك. عنده جميع الضغط، ومن خلال علاقات الضغط والحجم ودرجة الحرارة العلاقات السابقة يمكن أن نستخلص منها علاقة موحدة، علاقة موحدة أو هي علاقة الغاز الموحدة، قانون الغاز الموحد أو المتحد، كومباين يعني متحد، نفس الشيء متحد أو يعني موحد. فحاصل ارتباط العلاقات الثلاثة مع بعضها عندما تكون عندي متغيرات ثلاثة هي الضغط والحجم ودرجة الحرارة. كانت العلاقات السابقة هنا متغيرين في قانون بويل، الحجم مع الضغط، وبالنسبة لتشارلس كان المتغيرين هو الحجم مع درجة الحرارة. هنا كانت درجة الحرارة ثابتة في قانون بويل، كان درجة الحرارة ثابتة وعدد مولات ثابت. أما بالنسبة لقانون تشارلس كانت المتغيرين هو الحجم ودرجة الحرارة، بينما الثابت كان الضغط وعدد المولات. غيلوساك كان المتغيرين هما الضغط ودرجة الحرارة، وكان الثابت هو الحجم وعدد المولات. الآن في حالة أن يكون المتغيرات الثلاثة كلهن الضغط والحجم ودرجتها كلها متغيرات، عندي فقط عدد المولات ثابتة، فتكون هذه حاصل دمج هذه القوانين الثلاثة راح يكون هو القانون الموحد P1V1 على T1 يساوي P2V2 على T2. فإذا هذا هو القانون الموحد للغازات الثلاثة، للقوانين الثلاثة، هذا قانون موحد للغازات المثالية. هذه هي خلاصته، هذا المخطط يوضح هذه نقطة الاتحاد، أنه من خلال قانون بويل PV ثابتة، وهنا البي على التي ثابتة، وهنا البي على التي ثابتة، فحاصل مجموع كلهن راح يكون بي في على تي يساوي ثابت كي. هذا هو القانون الموحد للغازات، أو بتعبير آخر مثل ما كتبنا أنه بي 1 في 1 على تي 1 يساوي بي 2 في 2 على تي 2. نأخذ مثال على هذا القانون الموحد للغازات. دائما أخذ لكم أمثلة واضحة وبسيطة إن شاء الله حتى يكون الموضوع واضح عندكم. فالمثال هو أنه غاز مثالي في البدء كان عنده درجة حرارة 388 كلفن وضغط
3.87 اتموسفير في حاوية حجم في حاوية حجمها 288 مليلتر. برد أو تم تبريد هذا الغاز إلى درجة حرارة 125 كلفن، وضغط كان الضغط قد ارتفع إلى 6.33 اتموسفير. المطلوب ما هو الحجم النهائي للكونتينر بوحدات المليلتر؟ طبعا الحجم النهائي للكونتينر هو نفس الحجم النهائي للغاز، لانه قلنا ان من مواصفات الغاز انه اللي مواصفات الحالة الغازية التي تفترق عن الحالة الصلبة والحالة السائلة انه الغاز يملأ المكان الذي يحتويه. فالمكان الذي يحتوي الغاز هنا هو الكونتينر، فاذا طلبنا حجم الكونتينر معناته نفسه حجم الغاز باعتبار انه هو المكان الذي يحتوي على الغاز. طبعا هذا السؤال يكون حله باستخدام معادلة الغاز الموحد P1V1 على T1 يساوي B2V2 على T2، مجرد تعويض أرقام لأنه ما عندي هم تحويلات. درجة الحرارة بالكلفن عندي T1 والT2 كلها بالكلفن فما يحتاج، وعندي الحجم في الحالتين نفس الوحدات المطلوب، يعني سواء كان الحجم الأولي أو الحجم المطلوب. وأما الضغط فهو بنفس الوحدات، الضغط الأول والضغط النهائي بوحدات الأتم اللي هي جو، اللي هي جو العفو بالعربي. فمباشر، تطبيق مباشر، تعويض الأرقام راح يكون الحجم النهائي المطلوب هو 56.7 مليلتر. طبعا شوف قد ما تعوض عندي هنا كلفن بالمقام، كلفن بالبسط تختصر، عندي جو بالمقام، جو بالبسط تختصر، يبقى عندي فقط وحدات الحجم اللي هي مليلتر. الى هنا تكون هذه قانون الغازات الموحد وليس قانون الغازات العام اللي راح نوصله بعدين. هذا قانون الغازات الموحد، يكون اكملنا يعني توضيحه وهذا المثال عليه. نبدأ الآن بموضوع جديد، هو يعني هو تكملة لعلاقات الغازات، قوانين الغازات المثالية. عندي قانون أفوكادرو العفو، قانون أفوكادرو، أفوكادروز لو، أو مبدأ أفوكادرو أيضا يسمى مبدأ أفوكادرو، هو يمثل العلاقة ما بين الحجم وكمية الغاز. كمية الغاز يعني هي عدد مولات الغاز، هذا يجب أن يكون واضح، عدد مولات الغاز أو يعني عدد جزيئات الغاز، نفس التعبير آخر على اعتبار أنه كل واحد مول يساوي لعدد أفوكادرو من الجزيئات. فالصيغة أو التعبير النصي لمبدأ أفوكادرو أو قانون أفوكادرو، عند ثبوت درجة الحرارة والضغط، عند ثبوت درجة الحرارة والضغط فإن حجم الغاز يتناسب تناسبا طرديا مع عدد مولات الغاز، بهذه الوضوح وهذه البساطة. وهذا شيء واضح، كل ما زادت كمية المادة كل ما يزداد حجمها، معنى ذلك أنه كل ما يزداد عدد المولات معناته راح يزداد الحجم. فالتناسب طردي حسب هذا النص، التناسب طردي ما بين حجم الغاز وعدد مولاته عند درجة، لكن بشرط عند درجة حرارة ثابتة وضغط ثابت. وكنتيجة أيضا لهذا التعبير النصي، النتيجة لهذا القانون، إذا إيش راح يكون؟ راح يكون أن الحجوم المتساوية من غازات أخرى مختلفة، فإن الحجوم المتساوية عند نفس درجة الحرارة ونفس الدرجة ونفس الضغط راح تحتوي انه على نفس الكمية من المولات، بمعنى انه عدد المولات لكل غاز متساوية اذا كان حجم كل غاز مساوي لحجم الغاز الاخر. التعبير او النص الرياضي، او التعبير الرياضي العفو لقانون أفوكادرو، هو ان الحجم يتناسب تناسبا طرديا مع عدد المولات، اذا V يتناسب طرديا مع N عدد المولات، وبرفع علامة التناسب راح تكون V تساوي K
في n حيث k هنا هو ثابت التناسب، أو إعادة ترتيب لهذه المعادلة هي أن ال v على ال n تساوي لثابت التناسب، أو يعني نقدر نعيدها صياغة أخرى أنا ما كاتبها هنا لكن هي هنا موجودة، v1 إلى ال n1 تساوي لل v2 على ال n2. وتمثيل البياني، هذا التمثيل البياني لقانون أفوكادرو، تناسب طردي ما بين عدد المولات وما بين الحجم، العلاقة خطية ما بينهما، ثم في العلاقة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. نأخذ مثال هذا هو المثال، إن كان يوجد لديك غاز مثالي، غاز مثالي عدد مولاته هو 15 مول، ويشغل حجم مقداره 3.55 لتر ات، يعني عنده ضغط ثابت كونستانت بريشر، عنده ضغط ثابت ودرجة حرارة ثابتة. هاو ماني، كم عدد مولات الغاز التي عدد مولات الغاز التي سوف تشغل حجم مقداره 9.45 لتر عنده نفس الظروف. اعتقد الموضوع السؤال واضح، انه عندي 15 مول من غاز مثالي، فهذا ال 15 مول شغلت حجم مقداره 3.55. كم عدد المولات اذا كان الحجم ازداد الى يعني حصل تمدد، يعني والعفو مو تمدد، انه كان لو كان الحجم هو 9.45 لتر، اذا كم ستكون عدد المولات في هذه الحالة عند نفس الظروف، يعني من درجة حرارة وضغط. تطبق علاقة أفوكادرو V1 على ال N1 تساوي N2 V2. عذرا اكو خطأ هنا صححوا، يعني انا صحح لكم ان شاء الله في المحاضرة الورقية، هنا خطأ، هذه بوحدات اللتر، طبعا لتر بلتر، وعدد المولات الاولى كانت 15 مقابل حجم 3.55 لتر، قلنا هذا يجب تصحيحه انه لتر يصير. اذا كان الحجم النهائي هو 9.45 لتر، فكم ستكون عدد المولات؟ تطبيق مباشر، راح تكون عدد المولات هي 39.9 مول. تلاحظون عند التعويض يختصر لتر، هاي وحدات لتر ما بين البسطة والمقام. موضوع قانون الغاز المثالي The Ideal Gas Law، هذا العنوان من خلاله راح نستنتج أو نتوصل إلى قانون الغازات العام، يعني قانون الغاز المثالي العام الذي ينطبق على يعني بجميع الظروف للغازات المثالية. قانون الغازات العام هو ناتج من اتحاد combining، يعني اتحاد جميع القوانين السابقة ثلاثة بويل وتشارلس وأفوكادرو، والذي يفسر أو يعطينا وصف لسلوك الغازات، behavior يعني سلوك، describe يصف، وكالآتي يكون اشتقاق هذا القانون كالآتي: V يتناسب عكسيا مع ضغط قانون بويل، V يتناسب طرديا مع درجة حرارة قانون تشارلس، V يتناسب طرديا مع عدد المولات قانون أفوكادرو. حصيلة الجمع ما بين هذين القوانين الثلاثة راح يكون الحجم، شوفوا الحجم يتناسب مع طرديا مع الان عدد مولات طبقا لأفوكادرو، وطرديا مع درجة حرارة طبقا لقانون تشارلس، وعكسيا مع الضغط طبقا لقانون بويل. اذا ال V يساوي M T على B في R، هذا ال R يعني ثابت التناسب، كان في السابق نرمز ل K، الان هنا رمزنا له رمز R، تعرفون يعني اكو صلاحية انسان
ايش يريد يسمي، يعني ينطي الرمز لثابت معين. فهنا العلماء أعطوه الرمز R لثابت التناسب، هذا ثابت التناسب. يمكن إعادة صياغة هذا العلاقة كالآتي: طرفين في الوسطين كي في سواء ان ار تي، وهي العلاقة الشهيرة اللي تعرفوها. اذا ضغط حجم يساوي عدد مولات ار ثابت التناسب، وهو يسمى ثابت الغازات العام، والتي هي درجة حرارة بالكلفن. هذه القيم بما أنه هذا ثابت، يعني ثابت عام لكل الغازات، احنا نقدر نحسبه بيكون يعني كميته كمية معلومة وتحفظ. كيف نحسبه؟ عند الظروف القياسية، نأخذ احنا الظروف القياسية. الظروف القياسية الواحد مول من غاز مثالي عند درجة حرارة صفر مئوي اللي هي 273.15 كلفن وضغط واحد جو، فإن كل واحد مول يشغل حجم مقداره 22.414 لتر. هذا ينحفظ، هذا هو يسمى الحجم المولي عند الظروف القياسية. يعني أي غاز من الغازات المثالية، أي غاز يكون حجم واحد مول منه، حجم واحد مول منه عند الظروف القياسية هو 22.414 لتر. الآن عفوا، الآن هذه الأرقام نعوضها حتى نشوف قيمة ثابت كي. عند الظروف القياسية الضغط واحد جو، الحجم قلنا هذا هو الحجم لواحد مول عند الظروف القياسية 22.414 لتر، ان واحد مول لان الحجم هو حجم واحد مول، ودرجة حرارة القياسية هي 273.15 كلفن اللي هي درجة الصفر المطلق المئوي. راح حصيلة ضرب هذه الأرقام يطلع عندي هذا الثابت 0.082058، هذا يحفظ، لكن هذا وحداته لتر أتم على كي مول، لتر جو على مول مطلق، هذا يحفظ. أما إذا كان بوحدات أخرى هذا يحتاج تحويل، قد ما نريد نحول هذه الوحدات إلى الوحدات الجول على كيل على كلفن مول، راح يكون قيمة الثابت هو 8.3145 جول على كلفن مول. وهذا عندكم توضيح مثال إكسبرس، يعني عبر أو ما هو تعبير عن ثابت الغاز بوحدات مختلفة. يكون السؤال هسه هنا عندنا سؤال يقول احسب قيمة R بوحدات كالوري على كلفن مول، وعدي بوحدات لتر بار، بار تعرفون وحدة ضغط، على كلفن على مول، وكذلك هاي الوحدة الثالثة لتر أتم. بس هذا واحد حسبناه طبعا الكالوري اذا تذكروها احنا شرحتها في السابق في المحاضرة السابقة، الكالوري تساوي لي 4.184 جول. الكالوري هي السعرة، السعرات الحرارية لا تذكرون. فهذا حل هذا السؤال، وهذه التحويلات، هذه الأرقام أدنى هذا ينحفظ بالنسبة إذا كان بوحدات الكالوري، وعندي هذا وحدات اللتر أتم على مول مطلق اللي هي قبل قليل هذه شرحناها، وعندنا هذا ثابت أيضا ينحفظ 8.314 جول على كلفن مول، ذني الثوابت تحفظ. وهاي هنا التحويلات، طبعا هنا هذه التحويلات، هنا مضروب أشوف في معامل التحويل، معامل تحويل، هذا هنا معامل تحويل، هذا هنا أيضا معامل تحويل، تحويل الجول للكالوري. فهذه المعاملات التحويل احنا تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، يجب أن تحفظ جيدا.
مثال على القانون بتطبيق قانون عام الغازات المثالية هو هذا المثال الآتي: ما هو الضغط لوحدات الأتموسفير in atmosphere ل 0.0233 مول؟ مطينا عدد المولات الآن ايديال غاز يعني غاز مثالي عند درجة حرارة 27 مئوي سيليزي وفي كونتينر يعني حاوية كان حجمها هي 52.9 مللتر. المطلوب ما هو الضغط؟ شوف كل المعلومات موجودة عندي، فقط اضغط يعني PV يساوي NRT، كل المعلومات موجودة، فقط الضغط. إذن هو تطبيق للقانون، فقط نحتاج إلى توحيد الوحدات، يعني العفو تحويل الوحدات إلى الوحدات المناسبة لهذا القانون. إن هو عدد المولات وحدات المول، هذا ماشي، ما عدنا شيء، ما عدنا أي تغيير، ماكو تحويل. No conversion is necessary here، يعني ليس هناك تحويل ضروري في هذه النقطة، يبقى المولات هي كما هي. أما درجة الحرارة، عندي درجة حرارة بالكلفن وهذا ما يصير، العفو بالسيليزي هذا ما يصير، يجب تحويلها إلى درجة حرارة الكلفن. 27 زائد 273 وتساوي 300 كلفن، هذه ضرورة، يجب، درجة الحرارة must be in كلفن، درجة الحرارة يجب، must يعني يجب أن تكون بوحدات الكلفن. هذا التحويل. الحجم كان عندي الحجم بالمليلتر، الحجم بالمليلتر يجب أن نحوله إلى اللتر، فالحجم هو 52.9 بالمليلتر، نضربه في معامل التحويل من المليلتر إلى اللتر راح يكون هو 0.0529 لتر. هذا هنا أيضا يجب أن نحوله إلى اللتر، لماذا؟ لأن عندي قيم الـ R اللي نحفظها دائما شنو بوحدات اللتر، لتر جو على مول مطلق، فيجب توحيد الوحدات. إذا عندي كلفن هذا درجة حرارة بالكلفن، مول هذا عدد المولات أيضا بالمولات، الضغط هو المطلوب بوحدات الأتموسفير، يبقى الحجم أحوله من المليلتر إلى اللتر. هذا على المباشر أطبق قانون PV يساوي NRT، إذا الحجم راح يكون كالآتي: العفو الضغط الـ P يساوي NRT على V، تعويض الأرقام راح يصير عند اختصارات، اللتر يختصر مع اللتر، المول هنا يختصر مع المول، والكلفن بالمقام مع الكلفن بالبسط يختصر، ما يبقى عندي إلا الوحدات الضغط في حالتهم. ثم هذه عملية حسابية ينتج هذا الرقم 10.8 جو. نأخذ مثال آخر: ما هو الحجم باللتر، يعني محددك أريد الحجم بوحدة اللتر، ما هو حجم للغاز بوحدة لتر إذا كان عدد مولات الغاز 2.33 ودرجة عندنا درجة حرارة 27 درجة سيليزية وكان الضغط هو 872 تور؟ هنا يجب تصحيح الوحدات بحيث تكون وحدات مناسبة لتطبيقها في القانون. أي قانون؟ قانون بي في يساوي ان ار تي. ان عدد المولات 2.33 مول، ما عندي مشكلة، ما عندي أي تحويل به. درجة الحرارة عندي بالسيليزي يجب تحويلها للكلفن، أيضا هذا حولناها. شنو عندي بعد؟ عندي التور يجب أن أحوله للجو، ف 872 تور في واحد أتم، تدرون كل واحد جو حسب معامل التحويل اللي قلنا تحفظوه لأن التحويلات، كل واحد جو يساوي لي 760 تور، فهذا هو معامل التحويل، تور يختصر مع التور راح يطلع عندي 1.15 أجو أتم، يعني هي وحدات الجو. قيمة الـ R المستخدمة اللي تتناسب مع هذه الوحدات هي 0.082 لتر أتم على مول مطلق. PV يساوي NRT، نطبق هذا القانون، وبعادة الترتيب راح يكون الـ V يساوي NRT على P، بتعويض الأرقام والاختصارات اللتر مع اللتر
العفو الجو مع الجو، المول مع المول، والكلفن مع الكلفن، يبقى عندي فقط وحدات اللتر، فيكون الحجم هو 49.9 لتر وهو المطلوب. إلى هنا تكون هذه المحاضرة قد انتهت، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.